عندنا هذا النبات لما نطلع البودره منه، حتى نطلع البودره لازم نهيئ الزهور اللي فيه تكون كلها متفتحه، وحتى تفتح الزهور هذه عندنا هذا الكعد بنصب فيه ماي وقصينا قصه جديده وبنرجع هذا النبات لهذا الكعد، لكن يرحناه قبل مثل ما تشاهدون، وعقب بنحطه في مكان شوي يتهوى، وبدقه الشمس ان شاء الله بالباكر الصبح والضحى بحيث المكان ما يكون فيه مهب لكن فيه شمس، وبتتفتح كل الزهور وباكر بنطلع ان شاء الله النبات. ما شاء الله الله يبارك، تقريبا هاي 8 ساعات الليل فتحت اكثر عن 50% من الزهور. بنخلي بعد الشمس شوي تدقه وتفتح الباجي. شوفوا الحين ما شاء الله مزهر كامل، تقدر تطلع النبات بخباطه او انك انت تنفضه. مكان ما فيه هواء، والسلام عليكم.